السلام عليكم. وعليكم السلام. كامل ايه كيف؟ كيف انا؟ اللي تلعب هذيك مرة هذا رجل؟ مرة تعبت مرة والله تعبان. كيف؟ كم كنت طلعت لك الشيء؟ والله ما قدرت رجل تعبان. كبيرة هاي من السيف والله تقولي صندوق رمي البرتان كانت من الوقت. أنا تعرفي كان وقت كان هاد جمع نادم. وما مقابل مايا ما لا يفدي بي مرس بارك أخذ لك يحاول كيف قومي لشيء اللي ماجو عندي كلام مهم نظر لك أي هاي يا الله من خليتي مرة بس ما كنت أنا بس أك سبيل تعرفين وذر دتشن أي شو ما ندري تشن تبي كان قلنا دري بنا حياة كبير كله حياة والموت شنو قلوا لك سنين سنين؟ سوات سي ولا كذب؟ ما إيشا أنا اللي بقول شيء بسي أنت فوت بكذب ما يبقى أنا اللي فوت بكذب أنت فوت بسي ولا ما يبقى الدنيا اللي خلونا نشوف الشيء بقى كلا روا مش لا أنا أمس جد أنا جد بخفر جد اللي جيتي جاري فيه أكون في بيت ده مش المرة كي ما خلقها كذب اللي أنت بس مرة بيك في ما لي هذا التاريخ بينة الدقية على أنت أوي هسي كده فوقي كانت كيان كاميلا تعرفي في الدنيا أي شيء الله خلقتنا نبدأ نتي تزاب لنا الدنيا كلها الله خلقها حياة والموت أكيد وش مرسلنا في الحياة كذب ما سيرا ما يلوم أنا كزاري جديد أنا من دي برقاي ما دخل داخل تعب كان شيء بقى تلاقي بجوي فرحاني مرة ما كفينا كله رمضان ما أنا خطيت ده الله ختم وأنت مرة ما تبى إلا تشوفني أنا كان قال كمرة مالي أنت الراجل دي نقبل نرجعك راجل ده هسه إني أنا كم مالي تام هسه بأيام ده إيش فينا مراجل أنت راسك مرة فيتي أول كشك مرة ما فينا أنت كده فوق أنا نصب كلام ده كله كأنا مرة لكن أنا ما كرت الرأس كامل أنا زي بخاف جد قلت كنت كده شوف لي بالبيت أيام كذا رجعت كده صار صار تسي على ده مالتي أنت كده سمي لي أنا ولا لي الله تلبيتي من إني أنا وما أنا ما كي الله سيك انا والله انا كي نقول كي نكون كما سنقول كم خلاص زعلنا يسامني وكي تعرف شنو رمضان نهار فلم ده بس قلت كي شفت كي خدمة فطور بيني وإيالات بيني وكي رو قلت خليني دلي بس كم خلاص رمضان بعد رمضان وانت ما عارف كم قدر وكي رو وهسه من ما عديل كهسا ما سن ده كله الله يسامني سي ما يكون ما سفيد الشهر رمضان انت ما تصومي كيف بيدي ما في البربيت داخل غني سوا كيف يلا نشوفك انت بارل قوم يصوموا كيف يلا نشوفك انت بارل يسلوا وكيف يلا نشوفك انت في حالك يا ده بارل قوم بإيمانك كيف بجي ده شهر رمضان شهر التوبة الله خطة فوقنا لنا لازم نرسلتك كونديشون الله لانتانا نقول لك وواجب نتابوني فوت فوق انا اسلام انت ما انا ماكي بالصلاة ما انا ماكي بالصيام par esprit tu dis ça dans le body bakan wali par esprit tu dis ça intégré في danger inti lisaki yani ma gade tabia adi ma dar tsumik ma yajid la kulla alla khatta condition marad nar mardan fi tiya shou ma yesou ma ayou kit nar tafsir wa tqoul inti khala ma tsoum wa inti mardan ma yajid wa tamami tar inti ana na khadim fatour ni sebe hine إيالات بيني نسوم بيني لو والله ما نقدر نعمله والله كان خلاص وتبيكي بعد يكون ناني يسوم ولا نصك انت كل تقدر تكفيني كل اوكي وريد اكور وتهامي ما كل تشهدني وتهامي لا ما فترة من فترة كنت الوالدي ما يجي دور لك ده ما يبكى وديزل بشوز كيف انت تفطري وانا نسوم لك الله نورا كيف انت ما تسلم انا نسلي لك الله نورا بدون له كلها كيف ما يسامينا الله فترة معينا قالينا إني زين ما أصلي ودوري الله يساعدنا ما تسمي دوري الله يساعدنا فلكن ترى كان في البروات الغالين والكوميرسان أنا غالين كيف بدي أرفو سير الرقم هذا أرفو أوكي أنا دكتور فارين جاي في جاي من إكران من روسيا بكان ده دولة هلا 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 هرب إنه بواس غالين شو قال لهم بيجي بيجي جالس أيه إني نفور إني ندين إني نبربر سكر ده كله شو قلنا هلا بيجي داخل خلال رمضان سنين رفو تماما كل فار أنا ما نقول رمضان إيش نورمال كيف الله يساعدنا في هذا وأي واحد كم جمع فكينا غير هالكم يساعدنا لازم نقبل نعبد الله نورمال نسوي شغل الله ورد كله بخاصة عين الإسلام والله يقدر يساعدنا توالي زي ما هذه الزوارة أي شيء لك أجيك تنيرة تسيبس وإن شاء الله أنا من أعلم شيء تنيرة
والله يهديني والورا سويت ركن ان شاء الله نجي سنيك نهار نكفي والدكل الله يهدرنا والكي سوزات الله كي يهدي وانا من انا من دور السماء من ربي ومن انت راجلي انا قد شبيه نزل منك اجلا ودي سامي تكون في اللازم انا اليوم اكثرك شو ما في قلبي ما في الشهر رمضان الشهر عظيم ده قبلتي تدري تعبد ربك يا دي عشان يلا بنقوم في التربيه النورمال تبع انا عمو والله سامتك انا دور سيمان على الكبيره انت ان شاء الله مسار ربي هنا لك قدام بنسي ونسوم دقيقه منتي انكم كرد بان دخلت لي مره رد كله انا كي اكل كما يروح في فاشم سيان بس جاي في فاشم وان شاء الله الاخرين كانوا يسوقوا الله يهديهم وانا من عليهم من عليهم الله يهديني بعد اليوم انا ما نسيت الله يهدينا ان شاء الله والله يشرفنا والله يقتلنا بايماننا وينتينا طول العمر ان شاء الله وانا ايامنا كل الله يكيك كم كبروا كل عندك يساعدوا ان شاء الله ان نقرانا يندس اكيد ما شاء الله انا ده بس والله شكرا على الدور انا خليني اقول لك شيء في الفطور يا زلمه ميرسي ميرسي والله